بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم وبداية الجولة الثالثة مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات المثيرة. الشوط التاسع شوط خاص بذل المحليات الأصائل بشعارات أبناء القبائل في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مع هذه التحديات المثيرة، مع هذه الانطلاقات الرائعة، مع هذه الأسامي والشعارات الرنانة في هذا العالم الساحر. ننطلق بالمقدمة وبالصدارة وبالبداية، وأرهني اللي قادت المجموعة واندفعت بناموس هذا الشوط بشاير لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، يعلن انطلاقة بشاير على مقدمة هذا الشوط طواش مع المركز الثاني، وسعيد بن صغير بن محمد المحرمي في متابعة وانطلاق الطواشة مع المركز الثاني. المركز الثالث أرهني العزرة تتسلل مع المركز الثالث لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر التحديات في هذه اللحظات للظبي لعلي بن حمد بن خليفة العطية، والقدوم مع المركز الخامس أرهني التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام للخفيفة لخليفة بن حميد بن سهيل المهري، من أعلن انطلاقة الخفيفة مع المركز الخامس. زاد 6 تحديات الشاهينية بشعار أحمد بن عتيج الرميثي دور المركز السادس، والتقدم من اختبار لحمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، ومن الجانب الآخر مع المركز السابع التحديات أيضا للشاهينية لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. ننطلق مع المركز الثامن والتحديات من الشرود لعمر بن راشد بن سبت الخيالي، متابعا لانطلاقة الشرود مع المركز الثامن. 9 التحديات أرهني طلب وحمد بن صالح بن حمد القمر النابض في متابعة وانطلاق الطلب مع المركز التاسع. 10 التحديات من الجانب الآخر القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار الصعب المضمرين، من أعلن انطلاقة أيضا سمحة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعصر، الأسام المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، وشوطنا شوطنا التاسع شوط خاص بذلل المحليات الأصائل. أسامي وشعارات أيضا تشارك في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية والمقدمة وطواشة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، وسعيد بصغير بن محمد المحرمي في متابعة وانطلاقة طواشة اللي يرت الشوط بالفعل، انطلقت اندفعت بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المثير. ومع المركز الثاني التحديات القادمة أيضا في هذا الاندفاع المتميز بشايل محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، ومع المركز الثالث التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من الظبي لعلي بن حمد بن خليفة العطية. نتابع المركز الرابع، نتابع العزرة مع المركز الرابع لذياب بن سالم بن دري الفلاحي، من أعلن انطلاقة العزرة مع المركز الرابع. هذه الانطلاقات الاندفاع المثير مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما انطلقنا مع المركز الخامس بقرة الشاهينية تنطلق مع المركز الخامس بشعار أحمد بن عتيج الرميثي، والقدوم أيضا الطنيجي يعلن التحديات في هذه اللحظات مع الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، متابعا لهذا الانطلاق. المركز السابع لخليفة بن حميد بن سهيل المهري، متابعا لانطلاقة الخفيفة
مع المركز السابع ثامن التحديات اختبار لحم داب محمد بن مصلح الاحبابي، ومع المركز الثامن المركز الثامن نتابع الانطلاق ايضا رهني الشرود. الشرود مشاهدينا متابعين الكرام وعمر بن راشد بن سبته الاخيلي متابعا لانطلاقة الشرود. نتابع المركز التاسع، ومع المركز التاسع رهني سمحة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. بينما انطلقنا مع المركز العاشر، المركز العاشر برهني طلب تتسلل وتنطلق مع المركز العاشر بشعار حمد بن صالح بن حمد القمر النابض متابعا منطلقا بهذا الاندفاع المثير. ما شاء الله تبارك الله، اكملنا النداء الثاني مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنعود مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. نتابع طواشه، نتابع طواشه اللي منطلقة بناموس هذا الشوط، والمغادرة للوحة الأربعة كيلومترات. انتصفنا المسافة، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. بدت الأمتار تتناقص مترا تلو الآخر، وطواشة يا رشوط منذ البداية. السعيد بالصغير من محمد المحرمي متابعا منطلقا مع طواشة، وهي تقود هذه الجموع وتندفع بالصدارة، وهي الأقرب، هي الأقرب لناموس هذا الشوط. الظبي مع المركز الثاني لعلي بن حمد بن خليفة العطية، ومن الجانب الآخر بشايل محمد بن سلطان مالكي يتابع انطلاقة بشاير. مع المركز الثالث رابع التحديات رهني العزرة لذياب بن سالم بن دري الفلاحي متابعا لانطلاقة العزرة مع المركز الرابع. بينما انطلقنا مع المركز الخامس بقرة الشاهينية لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي، والقدوم أيضا مع المركز السادس بتحديات الشاهينية لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز السادس. سابع التحديات اختبار حمدان بن محمد من مصرح الاحبابي في اختبار ايضا صعب في هذا الانطلاق المثير. ومن الجانب الاخر شعار عمر بن راشد بن سبت الاخيلي متابعا ايضا منطلقا مع الشرود اللي بدأت تتسلل مع المركز الثامن. تاسع التحديات رهني طلب لحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، ومع المركز العاشر تراجعت لخليفة بن حميد بن سهيل المهري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنعود مع الصدارة مع بداية هذا الشوط، مع المقدمة، مع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. رهني الظبي قادت المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط، وشعار علي بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان ينطلق بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. تابع المركز الثاني وأرهني بشاير، مع المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي أيضا قادم من السلطنة للمشاركة والتحديات المثيرة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله تبارك الله، العزرة مع المركز الثالث لذياب بن سالم بدري الفلاحي، الشاهينية تتقدم مع المركز الرابع لسعود الطريجي أيضا، من يتابع انطلاق الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي في متابعة وانطلاقة الشاهينية مع المركز الرابع. الشروط تتسلل مع المركز الخامس عمر بن راشد بن سبت الخيلي في متابعة وانطلاقة الشروط، من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الخامس. اختبار قادمة بكل قوة مشاهدينا متابعينا الكرام لحمدان بن محمد بن حمد بن مصرح الأحبابي. ما شاء الله تبارك الله، المغادرة لبوابة المدرج لوحة الاثنين كي
كيلومترات ما شاء الله تبارك الله، والظبي على الصدارة، الظبي على المقدمة، تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط لعلي بن حمد بن خليفة العطية ما شاء الله تبارك الله. يا رشوط أيضا متحمل المسؤولية، تشق طريقها إلى الانتصار، إلى التحدي، إلى ناموس هذا الشوط، ولكن أرى الشروط قادمة بكل قوة أيضا، ولكن بشاير 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 مع المركز الثاني لمحمد بن سلطان المالكي، الشرود مع المركز الثالث بشعار عمر بن راشد بسبت الخيري، العزرة مع المركز الرابع لذياب بن سالم بن دري الفلاحي، الشاهينية من الجانب الآخر أيضا بشعار سعود بن حامد الطنيدي، والتسلل من اختبار لحمدان بن محمد من مصلحة الأحبابي، وصل الطلب وصل الطلب، تطالب بناموس هذا الشوط كعادة هذا الشعار شعار حمد بن صالح بن حمد القمر النابض ما شاء الله تبارك الله. التحديات مستمرة والشرود انطلقت بناموس هذا الشوط، اشردت اشردت بالصدارة، اشردت بالمقدمة عمر بن راشد بن سبت الخيلي، من يتابع من يتابع انطلاقة الشرود، ولكن الظبي 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 اسم ايضا لامع لا يستهان به، بدت في هذا اللحظات ما شاء الله. الظبي مشاهدينا متابعينا الكرام تنطلق بالصدارة والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، ولكن اختبار في اختبار الناجح، تنطلق بالصدارة تنطلق بالمقدمة حمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي، وطلب من الجانب الآخر لحمد بن صالح بن حمد القمر النابض، ولكن أيضا الشاهينية من الجانب الآخر بشعار سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، وصلت العزرة وصلت العزرة مع المركز الرابع لذياب بن سالم بن دري الفلاحي، وجولة جولة الأوامر النهائية مشاهدينا متابعينا الكرام. الشاهينية انطلقت بالصدارة، بدأت تباعد بدأت تباعد ما شاء الله تبارك الله. سعود بن عبيد بن حامد الطليجي العزرة مع المركز الثاني تنطلق أيضا بهذا الاندفاع المثير ما شاء الله. ذياب بن سالم بن دري الفلاحي طلب مع المركز الثالث لحمد بن صالح بن حمد القمر النابض، ولكن ايضا هناك الشاهينية اللي انطلقت اللي اندفعت بناموس هذا الشوط، واللحظات اللحظات الاخيرة الشاهينية هي الاقرب هي الاقرب، طلب تطالب ايضا بناموس هذا الشوط، ولكن الشاهينية قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا للسعود ايضا الطنيجي بهذا الانتصار المثير ما شاء الله تبارك الله. ايضا طلب تحاول في اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص أيضا الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي سلام مع الأداء المثير اللي قدمته الشاهينية. المركز الثاني طلب حمد بن صالح القمرة، المركز الثالث الأزرة ذياب بن سالم بن دري الفلاحي، المركز الرابع ثاتي اختبار حمدان بن حمد بن مصرح الأحبابي، المركز الخامس الرادار للدكتور علي رضا الهاشمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية، تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام 13 دقيقة. هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول أو 12 دقيقة 55 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسعود بن حامد بن عبيد الطنيجي على فوز الشاهينية بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني طلب تأتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 56 ثانية جزئين من الثانية. التهاني لحمد بن صالح بن حمد القمرة النابض، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث العزرة بالشعار ذياب بن سالم بن دري الفلاحي تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات وصول العزرة إلى خط النهاية 13 دقيقة توقيتها زمني 3 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا للجميع والناموس. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان.